بسم الله الرحمن الرحيم. سويت ما دي سماد مرة وإذا نغي ضفان خل موقع الإلكتروني زيغانغان بوانيت انتقى ذي كنو وانتحى بزيو مدقيج نتوارا نغني ذي البرنامج نوم حديث الأصدقاء. عنوان البرنامج نيا موضوع الحلقة ننهارا سدو يسم مشاركة الشباب السياسية أي دور وأي أفاق. ماشي نسن مرة أن العمل الشبابي نيغ الشباب هو ذي العماد أي أمة وأي حضارة، وأن أي دولة دولة نيغ أي أمة أمة ويقوم القيم الناس إلى رمي تغل مشاركة الشباب تغسج المشاركة مهمة سل أفكار الناس سل اقتصاد الناس سل يد العاملة الناس ثقافة الناس. مرنت سور خل العمل السياسي ذي المغرب ذي علاقة الناس أك الشباب انتف مجموعة عن مخنبر مجموعة عن الأزمات شملنت الجانبة ونيتا. مرتغى نسقاقب مجموعة من الباحثين السياسيين انتف أن الانتخابات نوار 2007 تشهد إجن تراجع سياسي كبير جدا، وانتف أن مجموعة من الباحثين تارا منايا غايج الأزمة كبيرة جدا تمسى المواطنة تمسى عمق الديمقراطية ذي البلدة ونيتا. ما حنا نناقش مجموعة من الأفكار تخص الشباب ذي السياسة ذي العمل السياسي استضافت أكيدي ومثنغ مراد والقاضي وتحب زيس مرحبا بك ومثنغ مراد وخوفوسينو ومثنغ عبد الخالق وعيد مرحبا بك. مرا بذيغ سو مثنغ مراد من دس إدتاس مرا يسرى أول كلمة السياسة ذي المخيال الشبابي إن صح التعبير. من داش تعنى الكلمة يا ثانيتا وذمين تعنى غا الشباب ذي المغرب من دن. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تشكى بوابة أصنع الإخبارية خلي استضافة ذن ثقة ونشكى الطاقم الإداري من جريدة الإلكترونية المواضيع الحية مواضيع الساعة يتطرق المناقشة الناس وبالخصوص الفئة الشريحة الشباب. بالنسبة ما يتعلق بمفهوم السياسة ذي المخيلة تقريبا جميع الشباب المغربي وهو أنه فن من فنون، يعني صراحة فن من فنون الخداع والمكر، ولكن خلافا لما هو متداول عليه أكاديميا فقه الدساتير وأن السياسة هي التداول السلمي للسلطة بإنجاز أكبر ممكن أكبر قدر ممكن من حاجيات ومستلزمات الصالح العام. ذو نتج المفهوم الواسع إذا خدمت جميع الأنظمة وجميع الدساتير إجان يعني منظرة ومنفذة للممارسة الديمقراطية. ذنيتا من السبب يجين الشباب النغ يقبل على العزوف بشكل يعني بشكل ليس له سابقة، وهو أنه مجموعة من الأمراض التصقت بالعمل السياسي وبالممارسة السياسية ذي ثمثنا ذني تذ المغرب. فعلى سبيل المثال الحصر انتف أنه ظواهر كثيرة مشنو الوعود الكذبة مشنو واخا ومثلا مرد واني تذي نقطة محورية أغاز الناس دي نقطة ويسترين فقط بدني تنك التعريف نغل التعريف السياسي ذي مين يعنى ذي مين غير تشكل نشين كشباب الآن تعيش ذي الوقت الراهن مين ذي غير تشكل مفهوم السياسة. مرا عقب غد نفس السؤال وشي غاستي ومثلا عبد الخالق مين دس تيش يعني مفهوم السياسة نغ كلمة السياسة يا ثانيتا مين دس تبنان مش تتخيل ومثلا عبد الخالق. أخو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا تشكارك النوب بعد ونتشكار وبالخصوص تشكار وتنوه غسل الموقع زيغانغان.نت بعد صدق البرامج يجي توجه المواطنين والساكنة وزغنغان زعما غير نحاش تصبح صوت تصو صفاء الراح وخص غادو مني انه خو الموقع زيغانغان.نت ذو الرائد ذي النوعية ذي الجودة يا البرامج وذي النوعية الدقة نطرح الأسئلة نتحياك انه خو العمل ونتمنى يا ربي انه تسيغيم خو المسار خاص تكمل ان شاء الله. خمن ذي تسقسي اخويا عبد العزيز خص السياسة كمفهوم عام نش توري خطت انه كسياسة خاص تتصل المحاور، ولكن خو انه ذي يتصل اخوان انه جزء انتذ بما هو سطحي انه سياسة ذي خارقان ذي الخداع ذي الفن. لا نش توري انه السياسة نومي قان تدبير الشأن المحلي ثمن غلا لخمني السوي خص السياسة انه ذي جل الوسيلة باش انه ندبرض
انه السوياد يجن تندين نغيج الاقليم نغيج الدوله نغيج النظام وفق برامج معينه، يعني غاشج البرامج تقسج تصور معين تقديج التعقد داك المواطنين تخدم الخاص تقدم ضد البرنامج. صحيح تريد اني نجن تدافع جاوم، ولكن شكل غايه نش هو انه تنشح هذا البرنامج نش تنشح هذه الافكار نش دواد المفهوم يتوري غا السياسه وغاسخ الزغبو غا المفهوم السطحي، لانه المفهوم السطحي يعني يمارس علينا ديني زعما غير نطايج الفئه يعني تمارس خان غنه المفهوم السياسه السطحيه ديالها باش نبدا غتجي الشباب نتعزر وغتجيبو غادي في نطاق تحمل نتعزر نبدا غتغماطني انه السياسه دي خارق نوها السياسه قيم. واش متوري زعما السي عبد العزيز اثقاد شو مثلا عبد الخالق مرا نبدا اك نقطه ثانيه تا ونقطه مهمه هو ان السياسه وجبو ذي جن عمل سطحي فقط، وانما السياسه غاسجن دور اكبر وهو تدبير الشان المحلي وتدبير شؤون البلاد بصفه عامه ذي جميع النواحي. مرا نعقب نموتي غومثن غمورد نحاول نلمس الهموم السياسيه ونقارنيتك العمل الشبابي، واش ديني شن الحدود إجرائية ممكنة تنرسم بين العمل الشبابي ذي العمل السياسي؟ نغ بعبارة أخرى مدى انخراط الشباب ذي العمل السياسي المفهومة ونيتا إذ كانوا مثلا عبد الخالق مدى غثيني؟ بالنسبة لمدى انخراط الشباب ذي العمل السياسي نتعقب شي حاجة خمين تصفح صفحة التاريخ السياسي ذات مهنا نتف انه قجن فترة معينة وقجن حقبة زمنية معينة تغذين الريادة انه تصدر الشباب الريادة ذي العمل السياسي غادي الثمانينات الى اواخر التسعينات انه قوة كان قوة فاعلة وقوة يعني لها مردودية في القرارات السياسية، ولكن مع تغيير الميكانيزمات وتغيير الادوات وتغيير يعني قوانين الداخلية للأحزاب يدور أنه جنتخمة فقط يتحكم ذي دواليب العمل السياسي الحزبي نتثي تسطن مجموعة من الوسائل والآليات للتحكم في هياكل الحزب. إذن تا يجين الشباب أنه وعزز فنخ الأحزاب السياسية بشكل عام وعزز فنخ الممارسة السياسية، لأنه نظرا لطول التجربة يخوضنا أكل أحزاب فقدسن الثقة كسن نظرا للأمر مجموعة الأمراض ربما الترحني أسباب العزوف عن أسباب عزوف الشباب عن العمل السياسي وعن الممارسة السياسية. هذا شو مثلا مراد مرن قيم نسور خل العمل الحزبي العمل السياسي الشبيبات الحزبيه مارس قصير ومثلا عبد الخالق وانت كاطار وكفاعل سياسي للشبيبه الحزبيه من تنغثين ذخ الدور من الشباب ذي الشبيبه الحزبيه، واش فعلا نتف ان الشباب اليوم غاسجن الدور ذي الشبيبه الحزبيه او ان ونشين سن القوانين التنظيميه للاحزاب الشبيبات دائما ما يسمى بالاقدميه ما يسمى بالممارسه ما يسمى بالتجربه، البعض يقى ان المصطلحات التثينه ما هي الا بعض المبررات يتبرر يعني الشخصيات اللي غاتجنوا في ودي الحزب، يعني ما حد انه هذا ظن هني غادي يستغل الانسان ويتغي ما الشاب ذي الشبيبه الحزبيه ما هو الا ذجن الرقم يعني يخدم الاجنده السياسيه الكبرى انت وغاسبو فوس واش تيذ ثمانيه. وصحيح خويا بنعتك كسر غير التجربه انه يتعيش غير خوك كاتب محلي الشبيبه فرع زغنغان وعضو الكتابه الاقليميه انه شي زعما الميتوغان انه غندفع المجال السياسي تونستاريج الهدف فهمتني غير تجيب الهدف بوش انا واض نشل الهدف مونستاري الهدف غير باش نكونوها تغير بدا انه نتوارى الصغير على المجتمع من نتعيش غير على الوسط النغ انت في الحمد لله الشباب ديال العمل الجمعوي يروح يقوج يخدم، ولكن ديال العمل السياسي بدا ديني النقص بدا انه الشباب واي تهتمي شي تغير دائما ناقص ديال التكوين السياسي ذو هذا المنطلق انه اذا وتفغنش غير السياسه اذا يروح غاج هيئه معينه ندمج غذايس فمن غير الحمد لله نوفى انه الانسان انه باش انه غادي يوض باش انه غادي يسير يجن الراي باش انه غادي يقوم الافكار غادي يقوم البرنامج النس ضروري انه غادي يثفي جن التنظيم تاثر من غير لانه غانغ الافكار غانغ الطس تمسرين، ولكن من توض الافكار ني وغاس نتي واسطي بوش نحشت موش الاطار مهم تغي الطن باش ضوضنت فمن غير
شي نهار المين ندمج شبع ذاك التجربة الشخصية كيش تسوى المين نوذفها شبيبة العدالة والتنمية نوذف لأنه المين غير القانون الأساسي نسنوفا ذي مدرسة للتربية والتكوين نوفت الوحيدة ذي الشبيبة ثمار الأحزاب يغجد تهتم وتصم بما هو تكويني وما هو تربوي من غل وغاس وش الأهداف من غنيا زعما ذو التوجه النق واش نمدش غينا شنو كنغ برنامج سنوي يتيري تنزل على المستوى الوطن نخدم في المسائل التكوين غنغدوار التكوينيه على المدار على المدار العام غنغ جلسه التربويه غنغ تنسيق الحركه الاصلاح والتوحيد غنغ الجلسه التربويه فمن غلا يعني سي شنو هو النغني ان عبد الخالق نيغ لي مجموعه الشباب نيغ كنداء انه فعلا الشباب ما لو دفن اقتحم العمل السياسي اذيري يجن الثمار ولكن سيجن ورنغني مدى تأثير الأفكار نغذ المشاريع يتقدم الشابة ونتا ذي الشبيبات الحزبية بصفة عامة واش يتفشل أذن صاغية أو أنه دائما العجلة نتدور نشين تكونك نشين تقوم نشين تقوم خويا عبد العزيز نشتوريغ بعد الميدان الأساسي خص الشبيبات يقتحم هذي سيوش دي زمع الناس هو ذي الميدان السياسي ما يميع خوشينا قنقجن الدولة نازو نقجن التحول ضغط الديمقراطية نازو عاوذا نقج الإصلاح يجي الإصلاح نقارس في ذي الاستقرار يعني نقيم من هنا نخدم نبدر ولكن ويق الإصلاحة وإذا ما غاد قنت العقلية القديمة يوذاني قديما فمن غلا يوذان قاس نجي الفكر صافي ذوني قيم ذوني فمن غلا خميني غاس تسد شكاشة بثقارس يعني كثيرا كثير كثير قارش الله سمحي قارش كنو مندفعين كنو ثازمثين كنو ثازمثين غد جبنان غميمي بولكن شين قلة نشين دروس ذي الوسط ذي الدروس وعند تشكل بوجه الأغلبية ذي التنظيم مني باش تفرض الأفكار نش فمن غلا هاقش المشكل ما نيتجا أخويا عبد العزيز لأنه نشين ربدا يعني ربدا صحيح أنه ذين المشاكل داخل التنظيمات شوش قابوما وذين المشاكل ذيني دائما النظرة أنه انتشاب مندافع ذين ديها غاسي جنظر معيني خساتي قوها ذي خدموها فمن غلا ولكن نشين نخو تجربة النغ ينتك بعد السؤال كيش تجربة ينو ينتك نخو نشين ذي الشبيبة دائما نشين قوة اقتراحية دائما قوة ناقدة فمن غلا وأصلا من داش غينغ أنه حتى الإخوان ذي القيادات الذي الأمن العام كانوا قصوا ست مارسم الدور النقد من غلا هو الزوم نعزو بكيش النعزو نستاري جواب هو أنه الإصلاح هو أنه نثبت الديمقراطية مروا ثم عرسم الدورة وثم عرسم بوينثا فمن غلا كان الشين محكوم علينا بالفشل فمن غلا والشين ذا مدش غير نغذو ذو ذا المهنة جيخ نخدم ذي الشبيبة والحمد لله فمن غلا بوذا غيش تحشر الفرصة تثم تزامغ النقاشة غا ذاخر أتزار أنه دائما الشباب تتمارس المعارضة داخل المعارضة يعني النقاش النذوين تتمارس المعارضة النسيحية داخل التنظيم أتخذ شو مثلا عبد الخالق مرا نبد ذي النقطة يا ثانية ومثلا مراد الأخ عبد الخالق يسور على أنه غاسن يجن الدور انتقادي أنه ينتقد غاسن أنه قوة اقتراحية قبر مرا غاشن تعقب خوا ورينا أنت ذين إجن إحصائية اليوم عالمية تتداول غا الباحثين ذي علم السياسة سور أن العزوف الشباب على العمل السياسي ونتدي إجن عزوف عالمي ولكن نشين مركة غا يعني الآخر إحصائيات آخر دراسات يسور خل البلد خل المغرب يتف أن المغرب يعاني نجل أزمة طمقرن ذي التأطير ذي المشاركة الشباب ذي العمل السياسي من أنت أهم النقاط أهم يعني النقاط تجان الشباب عزف نخ السياسة طبيعة حال مرغ عشان تعقب خميني النوم مثلا عبد الخالق قبري ربما ذي السمحة قبري ما تجاوب خص قسينش ربما وكش غير تعرفوا لو بسيط الرأي العام الزغنغاني على الأقل اللي تقدير هو أنه ما معنى الحزب مقصدين الحزب خميقة حزب سياسي يعني توجه فكري يعبر عن شريحة ذي الأوسط المجتمعية حامل لمشروع مجتمعي خميقة حامل لمشروع مجتمعي يعني غاسي جن طرح جن مخطط ذي جميع القطاعات الحكومية وبالخصوص فيما يتعلق بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بتطبيق الألفية الثالثة ثانية لابد أن تواكب الحزب وكي جن تعريف بسيطة أثنكش الحزب ثم بالنسبة ممشينا ومثلا عبد الخالق هو أن الدور النقد الحزب هو ذي النقد النقد هو يعني وإعطاء الاقتراحات أو تقديم الاقتراحات ذنيتا نتسقسى يجو سقسى يعني ميمي ويتيري الشباب
هذه ينتقل من دور النقد للاقتراح، هذه يري شريك ذي صناعة القرار السياسي أو شريك ذي تأثير ذي القرارات السياسية. ذني تخمنت تذف أنا تنزل هياكل الحزب أنت في أنه ذني صعوبات على مستوى فقط ترشح للمجلس المجالس الوطنية للحزب، تفدي متاهات يعني يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها. ثاني على مستوى إشراك الشباب يعني ذي تأثير على القرار السياسي والانتقال من النقد إلى تأثير في القرار السياسي، ولكن الشيخ خميس صور الأدوات المقومات الممارسة السياسية الحقيقية بمفهومها النبيل. أنت في أنه الأحزاب السياسية لا تنضبط لمرجعيتها السياسية، لا تنضبط للقوانين الداخلية في بعض الأحيان، ممش نزرى مؤخرا ممش عادون الانتخابات الأمانة العامة ثم لا يوجد هناك تداول ذي المواقع الحزبية بسلاسة، بمعنى أنه الشباب اليوم بغض النظر عن التأثير والتوجيه انتف أنه لا 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 ليست له قيمة حقيقية داخل المواقع السياسية في قلب الأحزاب السياسية. الحل وهو من رأيي الشخصي ما مش توريغنش هو تغيير في هياكل الحزب، يقتضي تغيير قانون الأحزاب السياسية، يقتضي تغيير الانتخابات ثناء وإجل المثلث ضروري لبناء الصرح الديمقراطي. شكرا ومثنغ مرد يعني مرا نقيم المقترحة ونتاي إذا نغيقا ومثنغ مرد على أساس أنه ذي نجن أزمة كبيرة تمس العمل الحزبي، وانتي سيور خنيقة مهمة جدا خميني تنتقد مسألة الهيكلة، مسألة الانتخاب، مسألة أنه يقا أنه لا يمكن ما حندنا نشد إجن إصلاح أذيري فقط الرأي نغنشين مجرد تقييم أو مجرد نقد عفوا، بل مرمي غنغيرين يجن الدور التشاركي، يجن الدور التشاركي خاصة وأن اليوم انترى يجن مجموعة الألفاظ جديدة ذي الساحة تتداول من مثل المقاربة التشاركية أو الديمقراطية التشاركية للمجالس الشبابية، ومن مش يتوارى يعني نظرا نصني الإحساس نسك من الداخل مثلا عبد الخالق واش فعلا أنه ذيني شن بصمات يعني قوانت القبري ذوانيته أنه يثيو الشفا ويشاء أغان غير يجن قوة اقتراحية، أو أن يعني بكل صراحة ما زلنا يعني ذي الدورني الاقتراحي فقط، وفي غالب الأحيان الاقتراحات من الشباب الشبيبات يعني لا تؤخذ بعين الاعتبار لأن تري ذي مجموعة مخططة مجموعة المشاريع معدة مسبقا. واش هذا التيث لأن هذا واجبونه فقط كناخيل والحمد لله بعد أشتر بعد غير التجربة يا أخوي وزما مغبور كي غادي نتجارب معتب التجربة نغشي بعد الحمد لله أنه نستطع أنه نشينا نستقل خل الحزب دي القوانين الأساسية شين غان القانون الأساسي وداخلي إذا نغطل العمل وغان نغبن برنامج سنوي من غلا يتنزيل دي المكتب الوطني ونذا نغطل المصاري غانويا، وأكثر من ذلك أنه نوض نحقق من داش غينيغ كتاضي 70 دي ميل أهدافنا الفريق البرلماني دي الجميع 60 برلمانية إذا جميعوا استوى 60% الشباب 60% معرة كين منظمة شبيبة العدالة والتنمية ذي نأطرن ذي نكسين تكوينسن ذي نكسين تأطيرنسن وأكثر من ذلك أنه البرلماني الفاعلين يتقدم أكثر مقترحات وأكثر قوانين مقترحة وأكثر آراء وأكثر أسئلة ما ركن ذي المدرسة الشبيبة ما رسنيكين ما رسنيابن ما رسنيكسين تقنيات العمل أداء السياسي من غلا. وخص هذا الشيء نغدو نشوف بعض الإحصائيات السي عبد العزيز أنه نسبة العزوف عن العزوف وهذه النبوة العزوف الشباب تقن السياسة من غلا، وخير دليل أنه أنا في غا فيسبوك أتزاد الردود أتزاد الآراء أتزاد زعما التعبيرات نسن ديني من غلا، ولكن من يجي المشكل أنه نسبة الشباب الممارسين داخل الأحزاب السياسية لا تتعدى 1.5% تذ النسبة من غلا، وخص هذا الشيء انه ازازين المعدله
المنظمه الشبه العدليه اللي تجا زين المعدله يعني ما نكسي النسبه هي ثانيته هل ونفهمش على انه ونتاج عدم ثقه يعني ان الشاب غاسبو الثقه ذي الحزب اذا يخضع انه هذه السور سبارة بغد ما يعني بمن ان ما حد يدير راح يشارك انت سفوس الناس ديال العمل الحزبي خو الاحزاب سعد العزيز وغاس نتبوش الجاذبيه باش تجيب انت الشباب ما يم لانه الاحزاب مورس عليها واحد يجن الشكل التحكم صافي ذورنت دي مجموعه الاحزاب ذورنت انه احزاب يعني ذي وين تتحرك نوعا السيطره ثمن غلا وخير دليل انه المؤتمرات يعذون نقولين مجموعه الاحزاب يديفونز الحركه الوطنيه يعني احزاب مخترقه ثمن غلا الدور ان الخو قيمتي بعض الاحزاب بعض الاحزاب الصغيره وبعض الاحزاب النغنيه يقيم شويه المصداقيه وسنقابو اجل المصداقيه ديال العمل السياسي اما الاحزاب النغنيه من غلا بعد غارق بعد راي انه انتهت مده صلاحيتها ان يا اما خصها الاحياء ديال الجديد يا اما خصها بالدر يا اما خصها الحركه الشبابيه يغيب الدرن يغيب الدرن يغيب جنجن الثوره داخل الاحزاب لانه الاحزاب اللي وقيمت وتستجاب انت العصر اللي تعيش الخو وخصوصا انه وانا الحركه 20 فبراير يعني الاحزاب من انتهى الصلاحيه نسن قال الشارعه خاص تحكم وتجيبون الشين المي ديفور الحركه 20 فبراير يحكم خل الاحزاب الناس كنيو قصافي تفسر يوقعوا مجل الافلاس ديال الايديولوجيه نوم ديال المسار نوم ديال التجربه نوم من غلا فغمت الجمانغ الكسي الدور قال الشباب المي ديفور اخويا عبد العزيز كيفور ديال الناس شقي مستعد ولكن خصيتو فانت الظروف وها من غلا شقا سقي مستعد لمارس السياسه تفعل غادو شق قوانين غادو شق مقترحات ولكن خصها فمن غلا يخص الشكل واه يتغيمي بويا امو ولكن بمنطق دائما انه يتغيم المنطق ني التحكم غير جهه معينه بدا يتغيم انه المنطق ني التحكم باش انه تحكم غادي مجموعه المؤسسات يخص لابد يجي الاضعاف الانهاك يجي المكون الاساسي وهو المكون الشبابي داخل الاحزاب السياسيه افقد شو مثلا عبد الخالق مرا نفس النقطه يشير غاس ومثلا عبد الخالق وهي ان غنغيجن عدم ثقه ويسيور انت مجموعه من الاحزاب جات انتهى صلاحيه النص مش خاص يسيور ومثلا عبد الخالق مرا نقيم ديك السقسيه ونتاني غخوم برا ونتا كون مثلا مراد ماذا نغثيني على ان الان الشباب من تزمى غيك ذي مشاركة ذي العمل السياسي وعلى سبيل المثال للحصر نسن أن العزوف للشباب يتوغث مثلا لا سواء ذي 2007 خاصة ذي الانتخابات 2007 يقى أن عدم المشاركة هو ذي جن التعبير السياسي يعني أن بالفعل أن أحوذرية ونيتا لا يعني يعزف السياسة من حيث الأوراق فقط يعني او من حيث الشبيبات الحزبيه من حيث العمل الحزبي فقط ولكن من حيث الممارسه هو كائن سياسي ماشي قا جونجا كروسو واش من يذتيته مثلا مراد بالنسبه للرهان الاحزاب السياسيه في تحريك الاله السياسيه وهو الشبع ذا رأيي الشخصي وانتظار لمجموعة من النخبة الشبابية هو الرهان معلق على صدر خروج المجلس الاستشاري للشباب ثواحد لرفع مقترحات وتوصيات وعرائض لتقنين وإعادة النظر في قوانين الأحزاب السياسية الداخلية وعلى مستوى المؤسسة والتأسيس ثاني تدريج النقطة خمين تحغى الأحزاب السياسية مش قال إشارة ومثلا عبد الخالق انتفى أنه ذنيشن الأحزاب ولو ضعيفه ولكن غير شي حاجه مصداقيه لانه ما تلامس شي حاجه القضايا الحقيقيه للمواطنين رغم ان الاحزاب يعني اذيال لاحزاب عملاقه ولكنها متجذره شي حاجه ديال الاوساط الشعبيه بالرغم انها مخترقه من احزاب عملاقه خمين مثلا غير الاحزاب يتصدر المشهد السياسي مثلا ديال المغرب انت في انه ذني غاسن قوانين تقليدانيه جدا ذي ظهرت بشكل واضح وجلي ذي الانتخابات خمين تكون الانتخابات وذني بوجن الاله نضاليه غاسن غاذخر يعني لاقناع المواطن البرنامج النص توج الخط النص السياسي وذي سقني عشاب يقدر ما يتم السفور استعماله بشكل واضح ومفضوح للمال الفاسد وغالبا ما يكون المال الفاسد ذي المرحله الانتخابات وذني تيري شويه
شويه يعني التعاون مع جهات خارجيه خل الاحزاب السياسيه. خمنتح كذلك غا صلب يعني الاداء الشبابي من داخل الاحزاب السياسيه، انت في انه الشباب لا يستشارون ذي صياغه البرامج الحكوميه ولا صياغه يعني المداخلات البرلمانيه. نعم تضمن مداخله او مداخلتين، ولكن في الشكل وفي الاطار العام لا يستشار الشباب بحكم انهم دفاعيين، انهم حماسيين، انهم يعني غير رزينين. ولكن ما يجعلوا على الاقل نسبيا نجع 10% الاله السياسيه مؤخرا تتحرك شي حاجه، على ما اعتقد ذي وجهه نظرنا هو الحراك الاجتماعي يوقع للبلدان المشرق شمال افريقيا، وبالخصوص شي حاجه للمغرب اعاد شيء القليل الى اعاده رسم المشهد السياسي مره اخرى، لانه ممكن نتوارد غادي استقواء لبعض الاحزاب السياسيه وظنت شي حاجه تجديد لما يسمى بالاحزاب بدعه الاحزاب التاريخيه وقيمشه الوراثيه اللي ما مشنا ومزوا اعاده الاعتبار مجموعه من الاحزاب يتوغى همشت مجموعه من الجهات نظرا لمصداقيتها وملامستها للمواطنين، تمت اعاده الاعتبار اليها وتحريك وسائل الاعلام من اجل البث في القضايا الحقيقيه لمقومه المواطنه. ومثل غمورد مراقيم كيش ختم غذي نختي ثانيتا ماشي توارا، ومثل غمورد هذه استغل يعني، لان اعتقد انه ذي نجن اجماع عام على ان العمل الشبابي ذي السياسه هو عمل مهم ويجب ان يكون وله دوره المهم التاس المانوت ب يعني رافعه التنميه ذي البلده ونيتا. من غيني مراد الشباب نيغ ماشي توران العمل يغيرين تيسا غازات ما حندا غاسيري يجن عمل هذي يجن استثمار حقيقي وجد في بناء هذا الوطن بحيث المشاركة السياسية المباشرة إصحاح هذا التعبير الشباب ذي السياسة من إزمار دينا. بالنسبة نهار ما مش نتوارى الوضعية العامة للأحزاب السياسية والأدوار في ظل الأدوار الدستورية الجديدة، نتوارى أنه ليس الأحزاب السياسية وحدها المعنية بتدبير الشأن العام، هناك أدوار دستورية لأول مرة سابقة في يعني في هذه الوثيقة الدستورية دستور 2011 هو منوط بالجمعيات المجتمع المدني. انا مش نتوارى مثلا ديال المدن الغنية من غير النظر للحسيمة، نتوارى انه المدن الغنية مثلا فاس دار بيضاء يربط، نتوارى انه ذني تكتلات جبهات جمعويه ديمقراطيه منوط بها تحقيق مجموعه من الاشغال العموميه، انجاز مجموعه من المشاريع التي كانت بالامس يعني تقيت الاحزاب السياسيه نهار تقيت جمعيه المجتمع المدني، ونهار جمعيه المجتمع المدني كجبهه ديمقراطيه ترغم الاحزاب السياسيه كيستقيم كيستحاور خاص تقترح مجموعه من يعني البرامج، مجموعه من التوصيات خاص تلح باش تنفذ. فعلى سبيل المثال توارى مجموعه من الحوارات الجمعويه الوطنيه يعني تخلص الى رفع التوصيات متعلقه بمجموعه من مشاريع القوانين كمشروع قانون الترسيم الامازيغيه، مشروع قانون الجمعيات، يعني هو المسار يعني اقثى على السكه يعني لمده تقريبا شهور عديده قوان يعني قوانت الجبهات الجمعويه الديمقراطيه قوانت الحضور الفعلي ذي المخطط التشريعي وذي تنزيل المراسم القانونيه، يعني ليس بالضروره الانخراط في الاحزاب السياسيه، ولكن هناك ما يسمى بالديمقراطيه التشاركية كمصطلح جديد، وعند المنظرين للدساتير ما يسمى بالديمقراطية الشبه المباشرة، إعطاء صلاحيات مباشرة لأفراد المجتمع المدني للتأثير في القرار السياسي عبر تصدير عرائض، عبر تقديم توصيات إلى المؤسسة التشريعية البرلمان، وعبر الحق في إقالة أي برلماني.
هذا شو مثلا مراد خنوقتي انت تنقاروت مرن عقب نشا نفس السؤال في اقل من دقيقه ومثلا عبد الخالق ماشي توراء انه البديل نغ اهم المحاور غير هذه وغيوش الاهتمام من الشاب الان ما عندها غاسيري انخراط مهم ذي العمل السياسي ككل ماشي قاو مثلا مراد لان العمل الحزبي وجهه هو فقط يجري العمل لان العمل الحزبي ونتقد نخره في جن السوسان الفساد مشينا وخلي سمح اخويا عبد العزيز عقب اخويا مراد غير اثنين نقط مهمين في عجلة لا في عجلة ان شاء الله فمن غلا اش طريق المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعة ونذيج الادات لإلهاء الشباب فمن غلا ونذيج الادات رغم انه المجلس نقي غاسي جن الدور استشاري وصافي من غلا يتقدم الاستشاري والاستشاري نشوفه تعدو شوفه تعدو فمن غلا نش الدور طريق الدور الشباب غاد اخر يخصنا ذيك الثورة داخل الاحزاب السياسية يخص ذيك الثورة يخص ذي غابر غاد اخر باش بركي غزاري غير التاريخ المغرب 1959 ارخو فمن غلا مال الاصلاحات يغيوض المغرب يوضيهن تصبع الاحزاب فمن غلا دي فتره معينه غادي الحزب الاتحاد الاشتراكي تغاس قياده وطنيه فمن غلا اك المؤسسه الملكيه غادي شويه توينات رخو عاود فمن غلا يعني الثوره الحقيقيه خصها تكن الشباب خصها تكن داخل الاحزاب السياسيه باش هذه بالدري يوقعوا تغيير غير اخر فمن غلا اما انه الرهان خلع العمل الجمعوي واش طريق العمل الجمعوي مهم ومفيد وخصوصا ان الدستور الجديد يشجع القيمه الاضافيه للعمل الجمعوي انه بغات تقدم القوانين تقدم المذكرات غير البرلمان فمن غلا ولكن يتغيم العمل الجمعوي يتغيم وينه نسبي فمن غلا يتغيم انه فمن غلا واش تشبو الافاق مغانت ماني غادي تغير تمني شكا ديري ديك ما عرفتش هو هذا المشكل فمن غلا لانه من غلا وزائد عاود انه سي مراد ديناش الاذيال ديني بعض الاحزاب الصغيره غاس المبادئ الاذيال لا كي خمنيت القاده مو قص شد قطصني وضان غاس المبادئ صادقه قيم الحافظين خل المبادئ انسن مدايه ماره فمن غلا رغم الاغراءات رغم ولات قيم الحافظين خل المبادئ انسن فمن غلا يعني وسقان الراي واش انت الشيخ خل احزابني لانه شي نتمنى عاد احزابني غاد قوانت اضمغانت باش زيس ان شاء الله يغير التغيير اما السؤال اش خويا عبد العزيز خ الشباب اش تقول اخويا عبد العزيز انه الرئاسي يقيم خ الشباب الخو انه خاصه في قنصطه المسار النغ انه غنادف للديمقراطيه قنقطع جن الشوط مهم وعن الحراك يخصها غنسيغي ذي منايا وباش باش انك زعما غنك التغييره باش انك التغييره باش انك التغييره ونترجبوا هذا خطاش نحاجه السيها لانه قولني صافي قولني ديجن ونديجن من زعما ديجن يجي المسار ستانت ديال انه عماس هذو شنو الشباب هذا شنو شنو الفرصه اللي غادي شنو الاريحيه باش هذه يخدم ما يمشي خص من غلا يخص شنو غيفرضن غيفرض الافكار النغ غيفرضن الشخصيه النغ غيفرضن المقترحات النغ يغيني نوار النغ باش نسنى وجن جونات اخويا عبد العزيز وتمني زعما كان نداء تمني غدي الشباب وزغنغان تمني زعما يجن الامل تمني انه الحمد لله قل الانتفاضه ديال العمل الجمعوي رغم انه ديال شوط النقائص ولكن ديال العمل السياسي مازال ينقى نغعض اللور نتمنى ان شاء الله تير الانتفاضه السياسيه لانه المورد غانغ رسم اللي غانغ ديال كزغنغان فمن غلا لان شنو غانغ بالموارد وغانغ لا غير بحال الميناء لا غانغ الشباب نغي جاد رسمار يخص ان شاء الله يخص هذه الجانب غادي يستخدم باش نكثر ان شاء الله نبدر هذا شو مثلا عبد الخالق هذا شو مثلا مراد هذا هم يثما دي اسماء المشاهدين اذا نغي دفان خل موقع عندي كان بوان نت جاءوني يتدعون غا السير ذي العمل الحزبي تقويات نغذي جن الثورة ذي العمل الحزبي أمشي قاو مثلا عبد الخالق نغ أنه ذي جن الثورة ذي جن التمرد خل العمل الحزبي الهزيل القديم الكلاسيكي ذي العمل الشبابي ذي تفعيل بنود الدستور الجديد أميقا ومثلا مراد تقريخ كنيو وتمني هذو متعجب الحلقة ثانيتا الموقع عنزيقان كان بوانيت يترجى الاقتراحات نوم وكذلك صفحة الفيسبوك برنامج حديث الأصدقاء ونتاء ومثوم عبد العزيز بعوش إتحية كنيو السلام عليكم ورحمة الله.